الرجال الفكر الكبير هم اساسا يعني العظماء خصوصا بين المتصوفه لا ينتمون الى شخصيه ما سياسيه على الاطلاق كل جميعا. يعني الغزالي لا مر بتجربه اخرى، وطبعا هذا ادى في نهايه المطاف الى انه يعني دراسه الفكر الفلسفي قد حطمت الرؤيه العقليه التي تكونت عنده يعني في دراسه الفقه والكلام. وفضائح الباطنيه ايضا وضعها امام اشكاليه اخلاقيه كبيره. يعني انت في نهايه المطاف عندما تتكلم حول مساله الاخلاق والقيم المتساميه انت لا يمكن ان تكون اجيرا بهذه الطريقه. هذا الذي ادى في نهايه المطاف الى هذا الانكسار الداخلي عنه. وانا طبعا في كتابي الكبير عن الغزالي تآلف اللاهوت الفلسفه الصوفي عن الغزالي، وطبعا انا ايضا انجزت كتاب اخر جديد ايضا بخمس مجلدات عن الغزالي اسمه الغزالي فيلسوف الروح الاصلاحي. احاول اركز على الجانب الاصلاحي في شخصيه الغزالي. نلاحظ انه في نهايه المطاف عندما صار عند هذا الانكسار وجد طريقه في الحل او المخرج وجده في يعني عالم اخر هو عالم التصوف، وذلك يعني كتاباته في العالم الصوفي لم يكن بامكانها ان تتجرد عما كان هو يعني ما توصل اليه او عما تكون شخصيته الداخليه. وانا اشرت في اثناء الكلام يعني في الخطبه انه كيف ابن عربي قال انه الغزالي ترك ميزانه ببداية الطريق وميزانه اللي متربي في مجال الفقه والكلام والفلسفة وإلى آخره وأخذه هناك، وفعلا بدأ يحكم على الواقع بمعايير تجاربه الظاهرية لأنه كان يتعامل مع العوام في الأغلب. وطبعا ينبغي من أجل فهم حقيقة التصوف الغزالي ينبغي أن نفهم جانبين فيه، الجانب المتعلق في موقفه من العوام لأنه كان رجل الإصلاحي الكبير، ولذلك هو لم يرد أن يبقى ضمن سياق الفلسفة الصوفية باعتبارها شكل من أشكال المعاناة الفردية والفردانية الهائلة. ولذلك عندما كتب إحياء علوم الدين، يعني عندما كيف ممكن أن ترجم هذا الكتاب، هو في الحقيقة ليس إحياء علوم الدين وإنما هو إصلاح يعني الفلسفة الإصلاحية للواقع الإسلامي. يعني عندما تقرأ أنت ضمن هذا السياق لأنه يعني يتكلم عن العادات عن المجتمع ككل والعبادات القضايا المتعلقة بجانبها الروحي والمهلكات ما هو الذي يهلك المجتمع والمنجيات ما هو الذي تنجيه. يعني هو قدم رؤية ما هي الإشكاليات الكبرى اللي موجودة في مجال الواقع الاجتماعي والسياسي والعقائدي وما هي الأمور التي ممكن تؤدي إلى هلاك المجتمع وكيف ينبغي إصلاحه من أجل أن نوصله إلى عالم النجاة. فهو فكرة إصلاحية خالصة. لذلك الفكرة الإصلاحية بهذا السياق كان ممكن أن تنشأ أساساً يعني ضمن الفكرة التي تربت أو نمت ضمن سياق الفكرة الفلسفية والكلامية. ولكن هو أيضاً في نفس الوقت هو ذلل هذه الأبعاد، وذلك هو اعتبر في وقت لاحق أنه علم الكلام هو ليس إلا الدفاع عن عقيدة.